مساكم جميل مشاهدينا، مساكم روعة بأنامل جميلة من صديقي المايسترو طارق والفرقة الموسيقية المميزة. أقول لكم مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد في عسيف. أهلا ريهام. هلا، شلونك؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يسعد لي مسا مشاهدينا ويا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عسيف. الله ريهام، أول شيء لونج تايم، أنا من زمان مشايفك. صدق لونج تايم. والله العظيم صار لفترة مطالعين مع بعض، لكن يعني بالعكس اليوم راح تكون الحلقة أكيد حماسية ومميزة. أكيد. لكن في موضوع إحنا تكلمنا فيه ريهام وأنا وياك داخل قمنا نخاف. والله العظيم. في فيروس منتشر. يا ساتر. هذا الفيروس طبعًا من عدة مجموعة فيروسات. شنو لحظة من عدة شنو؟ يعني هو الفيروس خوف بعد. أكثر فيروس. من عدة مجموعة فيروسات. حلو. هو طبعًا أول تم انتشاره في الصين. حلو. إنزين، فتم انتشاره بين تايلند بين اليابان وفي بعض الدول طبعا اكيد، يعني كل الدول عيونهم كذي كلهم فيهم فيروس. كملي. مو بس كذي طبعا، نفس امريكا تحديدا اي شخص من الصين يتم الكشف عليهم، نفس مطار نيويورك، لوس انجلوس، وايضا مطار فرانسيسكو، وايضا مطار اليوم الكويت تقريبا ردوا 10 حالات او 7 تقريبا. فالكل خايف من هذا الفيروس. طبعا هو الفيروس ما هو عادي، اكيد مو عادي. انت شفت الناس بالفيديوهات في انتشار، وطبعا في اخر دراسات اثبتت في لندن كانت 1700 حاله، يمكن في هالوقت الحالي زاد العدد، فما يندرى. لا يا عمي، لا يدشون علينا الكويت يبلشون بلشه، الصينيين يطلعون بسوالف تلقينا الفيروس هذا هم مسوينه وباشر قطعوا علينا. طبعا احنا مو ناقصين، يعني الوقايه جدا مهمه، والكل نعم. يبي يعرف شنو موضوع هذا الفيروس، شلون الوقايه، ففي تفاصيل وايد. زين، دام في تفاصيل وايد انا ودي اشوف التقرير صراحه مال الفيروس ونرجع نكمل. كاميرا عسيف، ايه عندنا تقرير وايد حلو نشوفه. التقرير يسعد مساكم مشاهدينا. العالم على صفيح فيروس كورونا بعد ما اكدت منظمه الصحه العالميه عن انتشاره بالصين بمؤشرات خطيره اثارت الخوف بين الناس. فرضت الكويت فحوصات لكل القادمين، كما زودت منافذها الحدودية بكاميرات حرارية لرصد أي حالة مصابة بالفيروس. هل العالم تعرف خطورة هالمرض؟ وهل عندهم ثقة باستعدادات وزارة الصحة؟ الأجوبة بهذا التقرير. إي والله هذا قاتل، سمعت عنه بالصين، مجهزين روحنا وهذا، فإن شاء الله ما يوصل هني. والله سمعتي بس معرفة ما أعرف سمعت أنه طلع بالصين يعني، ونسبة الوفيات قاعد تزيد في أكثر البلدان، أكثر المراكز الصحية عندهم استعدادات وقاعد يجهزون أدويتهم، وإن شاء الله ما يوصلنا يعني المرض إن شاء الله بإذن الله تعالى. معروف كورونا، والكورونا مرض قديم مو جديد، كورونا قبل هالمرة انتشر في الصين لكثرتهم وعددهم وتخلطهم مع بعض. أتمنى من وزارة الصحة عندنا أن تتخذ الإجراءات وخاصة في المطار. طبعاً أعرف أنه مرض معدي ويؤدي الى القتل تقريبا، الموت يعني. طبعا لازم يكون عندنا استعدادات ننبه عيالنا وننبه المجتمع اللي موجود. سمعنا احنا عن هذا الفيروس انه منتشر بالصين بشكل خطير جدا، وحتى متعدى على الحدود الروسيه، وبعض الافراد هناك 5 أفراد أو 7 اصابوا بهذا المرض. الثقه عاليه ان شاء الله، بس ولكن نرجو الحذر يكون اكبر. ان مرض منتشر الفتره الاخيره بالصين، وان ذبح ناس واجد ومصابين فيه ناس واجد، انه ينتشر بسرعه، واخر يومين لاقين له حل. اتوقع ان وزاره الصحه مسوين مثل ما تقول تطعيمات، وحاليا بمطار الكويت اول ما ينزل الراكب من اي دوله ثانيه يكون في يسوي له فحوصات عشان ما ينتشر المرض، ان شاء الله ما ينتشر. كنت قاعد غشمر قبل شوي بس ما توقعت ان الموضوع جدي بهذا الشكل، فالله يحفظنا ان شاء الله باذن ويحفظ الله ان شاء الله الكويت ويحفظ شعبنا من هذه الامراض امانه، والوقايه خير من العلاج اكيد. وشفت يعني المواطنين عندهم هذا الثقافه والوعي طبعا عن هذا الفيروس. الفيروس ما هو عادي، بس ان شاء الله نبي نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الفيروس. طبعا راح تكون عندنا مداخله من دكتوره راح نشوف التفاصيل كلها، وايضا نطمن المواطنين والمقيمين داخل الكويت. اوكي، نتكلم طبعا معنا راح تكون ان شاء الله الدكتوره سندس محمد القمدي، رئيسه مركز اللوائح الصحيه الدوليه في وزاره الصحه. مساك الله بالخير دكتوره سندس. مساكم الله بالنور، هيا اهلا فيكم. يسعد لي مساج دكتوره.
مساكم الله بالنور. دكتورة، طبعا الكل خايف من هذا الفيروس، وهو يعني عدة فيروسات، فنبي نعرف خطورة هذا الفيروس والوقاية. طبعا بالنسبة لفيروس كورونا مثل ما تعرفون انه بدأ في جمهورية الصين، ومعظم الحالات إلى الآن هي متركزة في جمهورية الصين، وتحديدا في منطقة أو مدينة ووهان الصينية. طبعا كإجراء وقائي واحترازي، جمهورية الصين قامت بإجراءات عديدة، منها أنها سكرت المطارات وطبعا محطات القطار، فيعني كإجراء احترازي أو وقائي للحماية من انتشار هذا المرض على الصعيد الدولي. طبعا احنا الحمد لله أطمنكم في الكويت الى الان لم تسجل اي حاله ولا حتى في اي دوله من دول الخليج. وطبعا احنا كوزاره الصحه قمنا بجهود كبيره بتعليمات من معالي وزير الصحه الشيخ دكتور باسل الصباح، طبعا بتعليماته تم رفع الاستعدادات وتطبيق جميع التوصيات العالميه. ترأس معالي الوزير اجتماع متعدد القطاعات بهدف التأهب والاستعدادات لمواجهه اي خطر من هذا المرض لا سمح الله، عن طريق اللجنه العليا لتطبيق اللوائح الصحيه الدوليه. وطبعا الوزاره بتواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية وحتى خليجيا وإقليميا. دكتورة بالنسبة لل نعم دكتورة آسف ما قطع كلامك بخير. دكتورة أعطني إياها كذي عامية، يعني من الآخر الإنسان بيحوش الفيروس هذا شنو يحس فيه؟ لأن أنا مر علي فيديو أمانة بني آدم واقف مرة واحدة ينصرع يطيح مرة واحدة يموت. طبعا يعني شو شنو يحس بحاله وما في شيء؟ أنتهز هذه الفرصة إني يعني أأكد على أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة. طبعا أوكي. يعني ما نلتفت للإشاعات وهذه أخبار غير صحيحة إطلاقا. طبعا الأعراض هي حرارة، ارتفاع بالحرارة، سعال، كحة، مثل كأنها نشلة والتهاب رئوي حاد وقوي. لأن مرض جديد وكان ينتقل من الحيوانات فجسم الإنسان ما يتحمله. حلو. لذلك سبل الوقاية هي يعني حتى سبل الوقاية البسيطة هي يعني وايد مهمة. نظافة اليدين، غسل اليدين باستمرار، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، تجنب السفر الغير ضروري. يعني ننصح تأجيل السفر خاصة لجمهورية الصين والأماكن اللي ظهر فيها أو الدول اللي ظهر فيها المرض. هذه الأمور البسيطة الوقائية ممكن تحمي الإنسان إن شاء الله. وطبعا مراجعة الطبيب إذا في تاريخ سفر لأي من الدول اللي ظهرت فيها الأمراض أو جمهورية الصين. سرعة الكشف، يعني الواحد يراجع الطبيب كثر ما يقدر بأسرع وقت وإن شاء الله ما كل العافية. جميل. بس دكتورة حتى يعني ذكر أن أهم علاج هو المضاد الحيوي، الحين ما ينفع مع هذا الفيروس؟ طبعا هذا الفيروس لانه جديد ما للحين الى الان ما في علاج محدد. وفعلا ان الصين وصلت حق علاج حق هذا الفيروس ولا مجرد الى الان؟ الى الان هي يعني تحت الدراسه، هذه العلاجات تحت الدراسه، وطبعا يتم علاج الاعراض. جميل، شكرا لك دكتوره سندس القبندي، يعطيك العافيه، ما قصرتي، مداخله جميله استفدنا منها اكيد، واكيد الساده المشاهدين استفادوا. وريهام يعني امانه فعلا فيروس يخوف، فيروس يعني التقارير مثل ما ذكرت دكتوره سندس. بس شنو قالت؟ اهم شيء الوقايه، غسل الايدين والنظافه، هذه جدا مهمه. ومثل ما ذكرنا من شوي في 7 حالات في مطار الكويت ما دخلوا للديار. حلو، ممتاز. وفي شيء ثاني بعد طمنتنا هي فيه، اللي هو طبعا لا تصدقوا الاشاعات. انا واحد من الناس صدقت المنظر او الفيديو اللي انتشر، هذا الشخص اللي يطيح وواقف كذي مره واحده، معناته ان هذا انا اقول لك شيء عبد الله، للاسف الحين شوي السوشيال ميديا راح يصير الموضوع اوفر. زين. يعني انا اقول شوي خففوا على نفسيه الناس، لان الصج الناس بدات وايد تخاف. مح الناس تخاف تحول على طول مسج تحويل ويسوي له هذا فري وورد ميشن ويدز حق العالم بالواتساب. وهذا عموما مشاهدينا، خلينا نشوف فقراتنا لهذه الليل ونرجع نكمل معاكم في عالسيف. في حلقة الليلة من برنامج عالسيف بتشوفون حلقة استثنائية مع شيخ والداعية السعودي سليمان الجبيلان، وحوار حول الكثير من القضايا المجتمعية والجدلية. أما فقراتنا الأسبوعية راح نتكلم بموضوع جديد مع منى اللغاني والتربية تحت المجهر. وفي فقرة فضفضة راح تستضيف غنيمة دشتي اللاعب حسين الموسوي.
طبعا رهام شفنا يعني من ضيوفنا اليوم، وطبعا الضيف يعني اللي امانه راح ينورنا اليوم في الاستديو وراح نستمتع معاه بالكلام الشيخ الدكتور سليمان الجبيلان، اللي دائما يعني مميز في كلامه وفي طرحه، ودائما ياخذ الطريقه يعني مالته في الدعوه الاسلاميه بطريقه كوميديه بشيء حلو يحبب الناس في اماتن، وانا واحد من الناس اللي معجب شخصيته وطريقه يعني تقديمه. اكيد كلنا معجبين بشخصيته. أكيد. وإن شاء الله راح يكون لقاء الكل راح يستفيد من عنده. يلا توكل على الله، عطوني اليوم الدكتور الشيخ سليمان الجبيلان في هذا الفقرة المميز بعد هذا الفاصل.